دوزنا اليوم امتحان ديال علوم الهندسة، الصراحة كان طويل شوية وكان كيش نقول كان في المتناول. ما كنتش مراجع انا مزيان وصافي، بنادم كان بوجد مزيان يجي مزيان. والصراحة في الاول كيجيك داك ستريس بزاف، بحق مورا صافي كتوصل ديك النهار الثاني كتبدا كتبرد شي شوية، صافي بحال دابا كتكون صافي ساليت كتهنى، ولكن كان كتقافيك ديك الخلعة ديال عاوتاني النقطة كونكورات مدارس واش تقبل ما تقبلش، وتمنوا كل واحد يمشي للمدرسه اللي باغي. الصراحه الا جبت مثلا 13 14 طير بالفرحه. صراحه ما كتعجبنيش هاد القضيه بنادم يدير الباك هو المستقبل ديالو، لا صراحه الله هو اللي يكتب لك الرزق ديالك، يقدر يكون ما يكتبش لك في الباك يكتب لك شي حاجه اخرى. ما باك راه تقرا في الاخر تخدم هكا واحد الوظيفه واحد الصالير عاد، كتلقى اصلا الاغلبيه اللي لابس عليهم راه ما قاريينش. امتحان كان في المتناول، صعبوا معانا شويه مع هاد الوضعيه ديال الاضرابات وهادي التلامذه، كاين اللي ما جاوبش كاين اللي عاول على الاستدراكيه، الوزاره ما راعاتش الظروف ديال الطلبه، ولكن يكون خير ان شاء الله. وبنادم داك يعطي الباك اكثر من القيمه ديالو، الوالدين كيضغطوا على التلاميذ والمجتمع، كلشي هاد الحادث ديال الباكالوريا كلشي كيرتقبوا العام كامل، وبنادم يتقبل اللي وقع له ويامن بالقدر ديال الله. لا ما سالش هاد العام كاين استدراكيه كاين العام اللي ما جيه. امتحان اولا نفرح الوالده بالنجاح ان شاء الله، ولا كان شي مستقبل نبني ولا ما كان شي شو الغربه نغربوا ان شاء الله. الصراحه اليوم اس في تي كان مزيان، يعني اللي خادم مزيان اس في تي وفاهم داك لي كروزمون كدار غادي يجاوب. بالنسبه دابا انا شونس مات دوزنا الفيزيك. الفيزيك الصراحه كاين جوج حوايج، الا بغيتي زعما تكمل داك الامتحان يا تكون فاهم الدور زعما مزيان تكون ضابطهم، يا شرحهم لك شي استاذ مزيان ويكون عندك واحد ليسبري فيزيك اللي واضح باش دغيا تشوف السؤال بلا ما تحاول تعقد راسك وتمشي عاد تفكر، يعني خصك ديجا تجاوب دغيا. الثانيه انك تكون خادم تمرم بزاف يعني باش تسالي داكشي. بالنسبه للمات صراحه جاني المات صراحه راه عاود داك الاضرابات وكذا، يعني المات ما حاولوش يعقدوه بزاف كما الناس هنا اللي فاتوا، كان شويه الكومبلكس اسم على مسمى شويه كومبلكس الكونسيبت ديالو في شكل، ولكن زعما المات اللي عنده داك ليسبري ماتيماتيك واخا ما يكونش خادم مزيان راه غادي يجاوب. بالنسبه للونجلي اللي عنده مع كوره راه حطونا ساديو ماني، يعني ما كاينش اللي ما غيجاوبش. صراحه انا جاوبت بلا تكست نقدر نجاوب على داكشي، المهم كان داز مزيان صراحه. فلسفة يعني انا تفلسفت لهم صراحه ما حت ما حافظاشي، حيت كيجيني نورمالمون الفكره دي انك تجي تقول شني قال ديكارت هذه 400 مليون قرن قبل راه ماشي فكره، فحاولت انا نهضر داكشي اللي كنفكر فيه انا وديك العلاقه ديالي مع الغير وكيفاش نقدر نعرف الغير، فحاولت نعبر بها زعما داكشي اللي كنفكر فيه انا ماشي داكشي اللي قالوا الناس اخرين. حبيت نعمل دي فلاسفه اللي كنعرفهم وصافي. باشني اخر دوزنا المهم فلسفه دازت مزيان، اللي كيعرف يتفلسف راه غيهضر. لونجلي دازت مزيان زعما مخيره بزاف ديال الناس فرحوا تحطت على ماني كلشي تيعرفوا. وعندك مات قلت لك مات يعني بالنسبه لشخص مات اللي عنده اسبري ماتيماتيك غادي يجاوب. فيزيك شويه هو اللي كان فيه الاشكال صراحه، هو اللي الوحيد اللي ما دوزتوش مزيان هكا اكسيلون. شني كاين اخر اس في تي زعما اللي خادم راه غادي يجاوب وصافي الحمد لله، وكيما جات نقولوا الحمد لله وشكر والديك، وزعما اي حاجه جبتيها راه زعما بسبب والديك الحمد لله وفيسكا برصا. الامتحانات زعما ما كانوش زعما في ديك المستوى الصعوبه العام اللي فات، كانوا زعما مقبول زعما المستوى في المتناول، كاين زعما في جمع النقط هنايا في جمع هنايا، الحراسه كانت زعما مقبوله، الحراسه كانت هي هذيك ما كانتش مزيره بزاف ولكن ما كانتش مرخوف، فهمتي زعما راه هذوك المراقبين ديالي اللي في جهدهم. وبالنسبه للاجواء، الاجواء كانت مزيانه زعما ما كانش ديك ماشي زعما ديك الدبيزه سايده، ما كانش ديك انا نقولوا ديك هذيك بنادم شعلالو ما كايناش زعما، فهمتي بنادم كيشي كيدوز الامتحان ديالو كيمشي بحال. لا لا ما بانليش زعما شي واحد الطول شحال، ما كنظنش صفقه عاديه بعدا ما بانليش في القاعات الاخرين، ما حتى شي واحد الحمد لله ما حصلو كيدير شي حاجه. بالنسبه لي حتى شي حاجه ما كتستاهل ان الواحد زعما ينهي حياته، ما كايناش زعما شي حاجه قدرت من غير الامتحان زعما. وفي الامتحان زعما كحال هذا الامتحان، هذا الامتحان زعما واخا كان عنده قيمه زعما كهذا زعما ان الواحد كيدوزو وكذا زعما باش يدي الدبلوم ديالو، ولكن زعما راه صافي هادشي اللي عندك فيه. اما انك تنهي حياتك على ود الامتحان شي حاجه غا زعما غا كتضيع راسك وصافي. امتحان صراحه سهل
الامتحان صراحه كان ساهل، غير اللي ما بغاش يسقط. ولكن صراحه شوف الاس احقرونا فيها، عطى 4 شهور ما قريناش، حاطين لنا ماكينه طلامط مالينا خياطه، وفي الاخر عطاونا واحد لي غولاسيون كنت غادي وكتقلب انت على شي غولاسيون فايت قريتيها، حتى غولاسيون فايت قريتيها، كلشي خصك تجيب اي غولاسيون خصك تجيبها انت من عندك ديك الساعه، ما يمكنش زعما تجيب شي غولاسيون زعما تكون ديجا شتيها. عاملين لنا خطا في الامتحان ضلمط وشاديني يا باللي كتعدل الامتحانات وكتصارع على هادشي، زعما حنا علوم رياضيه وبقينا نص ساعه وحنا كنحاولوا معاك نقولوا ما بغيتي تخرج ساعه عندنا قلنا غلط السؤال اصاحبي شحال ضيعنا هذا الوقت. اما الفيزيك خلاص الفيزيك بوحده هذيك الاولى هذيك الله يحفظ وصافي. بخصوص ديك البنت اللي وقع على ديك المشكل صراحه كنصح اي واحد تحط في الموقف ديالها ما يفكرش ما يحاولش ياخذ واحد القرار اللي لحظي، حيت في القرار ديال الغضب او الحزن ولا شي حاجه تقدر دير اي حاجه تقدر تخرج على حياتك. جبتي 9 جبتي 0 في الباك، هادشي ما كيحددش المستوى ديالك كانسان، يحدد لك في واحد الورقه باش تحط انت اصلا انت القيمه ديالك في واحد الورقه اللي غادي تعطيك شهاده البكالوريا اللي تقدر تجيب 19 بما مكتب لك شي حاجه راه ماشي بلان. هذا خصك تفكر بواحد الطريقه اللي عقلانيه، تفكر في والديك اللي ضربوا عليك تماره هذه شحال الاوان 17 عام باش نجي انت تختمها في واحد اللحظه اللي حسيتي بواحد الغضب واحد الحرقه. كنصح اي واحد تحط في هذا الموقف ما يفكرش بهذه الطريقه هذه، الله يرحمها والله يعود والديها بطبيعه الحال. ومهم تفائلوا خير تفائلوا خير، ما جبتيش مزيان ربي هو اللي عارف، علاش سميتو ربي حيت هو اللي عارف شني احسن لك تينا. ما تقدرش تقول ما جبتي 19 انا خايب ما عنديش مستوى زوين، ربي داكشي اللي مكتب لك وربي داكشي اللي كيقول راه احسن لك في داك اللقطه هذيك، والحمد لله الحمد لله وصافي. كانت الاجواء مزيانه، الامتحانات ما كانوش صعابين بزاف، حتى الحراسه كانت مزيانه، ما حصلوش بزاف حالات غش. بالنسبه لك انت كيفاش داك الامتحان ساهل؟ الفيزيك كان شويه طويل بالحق، بالنسبه للماط واللونجلي كانوا ساهلين، حتى الاسئله اليوم كان في المتناول صراحه. ما كرهتش مور الباك نمشي لشي مدرسه عليا ديال ديك لاس بريباراتوار، مزيانه باش نضمن مستقبلي ونمشي انجينيوري ولا امتحان. داز في ظروف عاديه كما كيدوز كل عام، كان خصوصيات هذا العام على ان كانوا الاضرابات الوزاره، انا بالنسبه لي راعات الظروف هذه. بالنسبه للرياضيات صراحه امتحان كان في المتناول على عكس الشكاعات والسنوات السابقه، كان كيكون امتحان شويه في بعض الصعوبات وشي اسئله. هذا العام هذا كان صراحه امتحان في المتناول، اللي كان اللي خدم راه جاوب مزيان، اللي ما خدمش واللي ما خدمش راه ما جاوبش مزيان. نقول له ما تفقدش الامل في الحياه، ما تعطيكش اصلا قرايه يخرج منه وشي شوف شي صنعه ولا شوف شي تعلم شي حاجه، واخا كنصح بالدراسه لان القرايه ضروريه باش يكون عندك على الاقل واحد النيفو مزيان وصافي. اللي ما نجحش الله يسهل على الاعوام اللي مش اللي في اخر دوز الصراحه مزيان الحمد لله. كان عاد هو كان صعيب صراحه مقارنه بدي شيء اخر، ولكن داز مزيان زعما جاوبنا على كل شيء وداك الشيء. دابا حنا سيونس ما طب دوزنا اس اي سيونس دانجينيور. كيفاش كانت البريباراسيون ديالك من الاول حتى للدرجه؟ كانت عادي، كتقرا كدوز دوك الامتحانات ديالك وصافي عادي، كتقرا ديك شهرين الاخرانيه بريباري فيها وكلشي. صراحه ما عنديش شي حاجه بالضبط زعما شي حاجه ما باقي ما عرفتش، كنقول من الانفورماتيك انجينيور شي حاجه باقي ما عملتش عيني على شي حاجه بالضبط. ايوا داك الشيء دابا نرتاحوا هاد السيمانه هادي وراه العيد ان شاء الله عاوتاني الخدمه وديك. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.